حين تمر بربوع حوارة وبالتحديد على شارعها الرئيسي إربد حيفا بغداد، تبادلك شركة مطاحن إربد الأهلية، وهي من أكبر المطاحن في المملكة. أنشأها المرحوم كامل الطباع واستمر أولاده في إدارتها، وها هو مديرها العام السيد عبد السلام الطباع، وهنا القيم على الشركة السيد ياسر عبد الله التل. أما المسؤول عن قسم المطاحن والذي سيرافقنا في جولتنا السيد محمد موسى شطناوي. مطحن حوار تأسس سنة 1967 وتقوم على ذلك الوقت على طحن الدقيق ومشتقاته من طحين موحد وطحين زيرو وزهرة وسميد واستخراج الخالة. طبعا مساحة المطحنة مع البناء بحدود 12 درهم، وقيمت على أرض حوارة بالحي الغربي، وتكون من 5 طوابق موزعة على جميع المطحنة. طبعا تتألف من 5 خطوط إنتاج، وإنتاج الكلي طبعا 600 طن، وهي من أقدم المطاحن وكبار المطاحن في المملكة. مطحنة بالمواد الأولية من القمح من وزارة الصناعة والتجارة، ويتم توزيع الإنتاج على المراكز والمخابز. تنتج المطحنة يوميا من 550 إلى 600 طن، وترحب الإدارة بتشغيل أبناء حوارة للعمل والتوظيف فيها. جوا العين نشيلك جوا
علينا ضيف الهلا علينا لف الأردن طوفوا شوفوا شعبنا بالخير محفوف شيد لك صفوف صفوف الأردن بالكرم موصوف هو في الحال يعني أكيد ما بصير شو بس هذا 25 كيلو اقل يعني ميزان اوتوماتيكي هذا ميزان اوتوماتيكي ما بيشتغل عن طريق الكهربائي هذول عمليتنا عند نهايه الطحن حتى نتاكد انه النخاله طلع الصافي يعني خلص بطلنا نرد ننخلها مره ثانيه نتاكد جوا العين نشيل جوا العين ضيف بلادي يا كحل الرمشين اهلا وسهلا ومرحبتين نورت الاردن يا زين وزارة الصحة للمطاحن عملية تغذية على مادة البريموس أهلا فيك يا سايرنا هلا ضيف غالي عبالتنا هلا جوا العين نشيلك جوا العين ضيف بلادي هك أحلى الرمشين أهلا وسهلا شيد لك صفوف صفوف الأردن بالكرم موصوف جوا العين نشيلك جوا العين ضيف بلادي يا كحل الرمشين